In terms of the reaction 2 في 2 و 3 بص نفس القصة انت واخد بالك 3 FE 2 و 3 مع 2 VO يطلع 6 FEO plus X all the following statement مالها يا عم match كلها تشتغل مع الكومباوند X except ما عدا كله شغال مع المادة X ما عدا حاجة واحدة السؤال ايه هي المادة X صح يلا عمنا ها مين المادة X FE2 و3 عايز استنتج X اللي داخل ال FE والO اللي خارج ال FE والO مين المادة X بص اللي داخل فيها V بالتأكيد X فيها V بالتأكيد يا إما V لوحدها يا إما V مع الO نشوف الدنيا الحديد داخل كام 3 times 2 كام 6 طلع كام 6 تمام قشطه كده الحديد مش موجود في اكس الاو داخله كام 3 تايمز 3 9 وكمان 2 11 حلو يا باشا هنا الاو كام 6 متبقي كام على 11 5 ماشي يبقى هنا بالتاكيد او وهحط او الثانيه ليه يا عم لانها بحط مين بحط الميتال على الشمال والنون ميتال على اليمين صح فمعنى كده عندك كام في 2 في يبقى اكتب له هادي في 2 وهنا كام او 5 خلاص وزنتها كده ادي في 2 بقت في 2 اهي الاو فيها 5 طب ما انت عندك 3 تايمز 3 6 وكمان 5 بقت كام بقت 11 يبقى كله بيتفق مع يشتغل مع في 2 او 5 ما عدا اهي يا عم دي الوحيده اللي فيها اختلاف ليه بقى؟ لان تيوز كاتاليست صح؟ تشتغل كانها كاتاليست. نعمل بيها سلفوريك اسيد في 2 او 5 لو انت شفت اليوزس ساعتها كتاب المفاهيم انت عرفت الماده في 2 او 5 فتقوم جاي مطلع الاهميه بتاعت في 2 او 5 فتبقى تستعملها كانها كاتاليست. فتتفق معاها هو بيقول لك كله يتفق مع عدا يبقى دي هتمشي مع في 2 او 5 يوز كاتاليست صح يا باشا. ده تستعملها في الكاتاليست في صناعه الماجنتيك صح في صناعه الماجنت بعد كده ريبريزنت هاي ستيبل اوكسيديشن يا عم صح فعلا دي اعلى اوكسيديشن نمبر بتاعت الفي هتبص على التيبل هتلاقي الفي اعلى اوكسيديشن نمبر فيها 5 يعني معنى كده هي الوحيده اللي هي ديت الغلط اللي هي بارا ماجنتيك قول لي مستر هي دي مش بارا صح دي مش بارا لان الفانديوم في 23 فهو عمل لوز بال 5 الكترون فبقت دي ايه ما فيهوش ولا الكترون فبقت الماده عندك مين بقت الماده عندك ضايه مش بره converting iron trihydroxide into iron dioxide include يلا يا باشا يلا نجم سمعني الرمز iron trihydroxide رمز الايرن ها FeE رمز الهيدروكسيد OH واسال عن الفالنسي FE كام تراي يعني معنى كده FE OH باي 3 يبقى الرمز ده اللي انت عايز تحول FeOH باي 3 تخليه كام ايرن داي اوكسايد رمزه ايه FeO اللي تلاقي قد بعض راحوا مع بعض ادي ايرن داي اوكسايد عشان تحول ده لده احنا في حصه اللي كنا شغالين فيها اول ما تشوف ايرن تراي هيدروكسايد اول ما تشوف FeOH باي 3 قلت لك تعمل ايه؟ تعمل هيت فبالمنطق منطقي حديد 2 يدي 2 حديد تراي يدي تراي فيطلع عندك Fe2O3 بلس مين يا باشا؟ بلس H2O صح يا دكتور يبقى انت هنا استعملت ايه؟ استعملت FeOH باي 3 وطلعت تم الحصول على تم انتاج Fe2O3 دكتور هو انت عايز تجيب ده ولا عايز تحول من ده لده من الكبير قوي ال FeO يبقى انت محتاج تجيب FeO فانت هتحط مين Fe2O3 رد عليا هعمل اوكسيديشن ولا ريدكشن طالما من اوكسايد لاوكسايد يبقى افكر اوكسيديشن ولا ريدكشن طبعا ريدكشن عشان التشارج بتقل يبقى انت سواء بقى ب سي او سواء ب اتش 2 من كام لكام؟ شرط الحصول على اف اي او من 400 ل 700 صح؟ تمام قوي الكلام ده يبقى انت عملت ايه؟
thermal decombustion عملت heating صح؟ فككتها تفكك حراري وبعد كده عملت عملية reduction. ماشي لما نشوف انت عايز ايه يا عم. انت عايز oxidation process then reduction. طبعا انا هنهي then reduction يعني الخطوة الثانية then reduction. فبصت هنا ايه؟ then oxidation. لا دي بره القصة. هنا زين سيمبل دي... لا لا غلط بره القصة. زين ممكن تكون دي زين ريدكشن. زين ريدكشن تشتغل دي. فانت عملت ايه؟ عملت تفكك الاول. فطبعا الاجابة الصح هتكون نمبر بي. ايه اللي بالصفحة؟ يلا باش 88 كاتب ايه؟ Which of the following arrangement is indicate iron filling. واحد من دول بيشير الى الحديد. رد عليا FE ادي اهو الرمز بتاعه FE مع H2SO4 ينتج ايه؟ ها FE مع H2SO4 يطلع ديليوتد يطلع FeSO4. يلا ها FE مع H2SO4 هو كاتب لك يا ديليوتد هيطلع مين FeSO4 بلس مين بلس H2. فبص هتختار ازاي هستبعد اهو SO2 لا بره القصه هو هنا مين الغاز؟ H2 SO2 بره القصه SO3 بره القصه الله ده ما فيش غير ده النجم بتاعنا H2 فطبعا الاجابه الصح هتكون نمبر دي وتاكد اللي بعدها بقى تعالى اكد بقى كله خلاص انت اخترت ده تعالى اكد كله الحديد مع نيتريك اسيد كونسنتريتد ذا بورس لاير الحديد مع H2SO4 كون هيطلع فعلا SO2 اللي هي الايكويشن اللي بتشيل اللي هو 3 8 صح؟ ماشي فطبعا الاجابه الصح هتكون نمبر دي اللي بعدها which of the following arrangement indicates magnetic iron oxide magnetic iron oxide اللي هو مين نفس الفكره برضو خد بالك magnetic iron oxide اللي هو Fe3O4 مع H2SO4 ده يشتغل نو رياكشن يعني ده مع H2SO4 رياكشن فين نو رياكشن اهي doesn't react صح ده هنا اونلي ايرون لا ده هيطلع ده هيطلع ده هيطلع يبقى الاجابه الصح هتكون نمبر سي انت من غير ما تكمل طب بص هنا مع اتش سي ال كونسنتريتد كونسنتريتد يشتغل دوت حبه داي حبه تراي طلع الميكتشر صح انت كده شغال صح يا باشا مع الكونك هيشتغل معاه داي وتراي يبقى الاجابه الصح نمبر سي السؤال اللي بعده ايه اللي بالصفحه ايرون اوكسايد تيرنز انتو فيروس اوكسايد اللي هو اف اي او فيرو ماجنتيك اوكسايد ماشي Fe3O4 ده يتحول لده رد عليا من كبير قوي ل FeO عملت عمليه اسمها ايه؟ ريدكشن يبقى بروسيس نمبر 1 مين؟ ريدكشن وعايز تحول من ده لده ادي اتجاه استه من ده لده يبقى انت عملت مين؟ اوكسيديشن يبقى رقم واحد ريدكشن وعايز واحد واثنين ريسبكتيفلي على الترتيب واحد ريدكشن اثنين اوكسيديشن واحد ريدكشن اثنين اوكسيديشن صح يا دكتور صح فانت محتاج تبدا بالريدكشن فين الريدكشن الاول يا اما ده يا اما ده يبقى ده بره القصه ده بره القصه ريدكشن ريدكشن لا ده ريدكشن اوكسيديشن يبقى الاجابه الصح معاك اللي هي ايه دي بعد كده The figure represents the relation between amount of acid X. يبقى انا هكتب له كده amount of acid. كمية الأسيد وبعدين يا باشا amount of acid X and time. مش عمنا انت كده عندك مين؟ الوقت and time. عايز يا دكتور by adding the same amount of acid بإضافة نفس الكميات من الأسيدز اللي قدامك. فأعطي لك choice acid واحد وأسيد اتنين فأنت هتزود نفس الكمية من الأسيد. ماشي لمين؟ قال لي هيماتايت رمزه ايه؟ Fe2O3 عايز حضرتك تكتب لي ديت ديليوتد ها؟ بمرور الوقت يا باشا ايه اللي يتم؟ ها؟ بمرور الوقت ايه اللي هيتم؟ بص يا عمنا Fe2O3 يتفاعل مع مين؟ مع ديليوت ولا كونسنتريتد؟ كونسنتريتد حلو يعني ايه Fe2 يتفاعل مع كونسنتريتد؟ طيب وما يتفاعلش مع الديليوتد يعني الكميه ما يتفاعلش يعني ايه؟ يعني الكميه بتاعته ثابته عارف يعني ايه يتفاعل؟ يعني الكميه بتاعته تقل وبعد كده يطلع نواتج صح؟ يعني انت مثلا لو هتيجي تحط Fe2O3
وهتحط معاه اسيد، اسيد زي اتش سي ال صح؟ طبعا لازم يكون كونج او اتش 2 اس او 4، فده هنا يطلع مين؟ اف اي سي ال 3 بلس اتش 2 او. فمعنى كده، معنى كده ان اف اي 2 اس 3 مع اتش سي ال اتفاعلوا، فكميه اتش سي ال عشان تتفاعل عشان تطلع الريزلت دي، يعني معنى كده الكميه بتاعتها بتقل، بس شرط يكون ايه؟ كونسنتريتد، يعني بمرور الوقت كميه الاسيد مالها تقل. ادي التايم بيزيد، وافرض وافرض بتاع الفيزيكس يا متعلم، ولو انت يا باشا مش عارف تعملها زي ما قلت لك، يا اما تفرضها 0 1 2 لحد 10 تشتغل معاك من 1 اهو لحد 10، طبعا هي 0 في الاول، تشتغل معاك لحد 10، وهنا عندك كميه الاسيد. بص اللي بيحصل، كميه الاسيد كانت عاليه. ليه يا زيرو كانت عاليه؟ ما هو ما كانش فيه تفاعل. حط الاثنين على بعض، ها هيقل الوقت، يقل يقل لحد ما يثبت. صح يا باشا؟ يعني معنى كده الاسيد التاني لازم يكون كونسنتريتد، الاسيد التاني لازم يكون كونسنتريتد صح. بص الاسيد التاني ديليوتد، بره القصه بره القصه، كونسنتريتد يا اما A يا اما B. هنا بمرور الوقت الاسيد حصل له حاجه، ما هو كان عنده، خد بالك مفيش هيقول لك يعني ايه، هو كان في قيمه. انت عندك اسيد 2 جرام، حاطط 2 مللي، حاطط 2 مللي، معلش 2 مللي من الاسيد، حط معاه ماده، ما قلش. انت عارف هنا 2 مللي من الاسيد الوقت يقلله، لانه بيطلع نواتج، بيقلله بيسحب منه بيطلع نواتج، انما هنا مرور الوقت يفضل ثابت. فمعنى كده مرور الوقت يفضل ثابت، يبقى لازم دوت يكون ايه؟ ديليوتد. ليه؟ لان ده ما يتفاعلش مع الديليوتد، فانت تختار اسيد اللي هو ديليوتد، فتكون الاجابه الصح هتكون نمبر بي، ديت الاجابه الصح. وانا قلت لك غير لي بس كلمه ديليوتد، طبعا ايه بقت غلط، يبقى ديت الاجابه الصح. يعني اسئله محتاجه تركيز، اديها من ايه؟ بنحاول ان احنا ناخد كل انواع الافكار اللي انت ممكن تلاقيها في كل الكتب، الفكره الحلوه بنزودها لك ونقول لك عليها الفكره دي فكره تمام، على قد ما تقدر هتحل، وان شاء الله هتلاقي الدنيا معاك في الرايق قوي. بعد ما اخلص، خد يا باشا بعد ما تخلص امتحانك الشامل، خد امتحان ثانويه عامه لمده السنتين اللي فاتوا دول، وحل اي سؤال في تشابتر 1، هتشوف الليفل اللي انت شغال فيه والليفل بتاع الامتحان، هتعرف احنا ليه بنزيد على الفيس الحمد لله بشغلنا، الحمد لله. وان شاء الله ان شاء الله تزيد معانا، وان شاء الله اجي بقى اتفشخر بيكم بقى، يا سلام. الله، كليه طب وصيدله وهندسه، يا رب يا رب. يلا يا باشا، the figure represents relation between amount of acid x and time by adding، خد راح فين، by adding the same abundant amount of HCl sample. يا عم اقسم بالله انسي، تعال يا عم انت عايز تجيب ايه؟ الشكل بيمثل. لا، the figure represents relation between amount acid، كميه الاسيد والوقت. ماشي، يبقى هتكتب له هنا كميه الاسيد اهو، ادي x amount of acid، ومين والتايم امتى؟ to the same sample، نفس to the same sample equal masses in the iron filling. So which is the following choice correct؟ مين من دول صح؟ ماشي عمنا، ماشي عمنا، ماشي عمنا، رد عليا المره دي مع الحديد، نفس الفكره، رد يا دكتور. ايه ده؟ ده 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 الاسيد الاولاني في تفاعل؟ مفيش تفاعل، صح؟ كمية الحديد ثابتة، مفيش تفاعل. اتفقنا لما تتفاعل الكمية تقل لحد ما تثبت. فمعنى كده هو مفيش تفاعل، يبقى أنت بتتكلم على مين؟ عن نيتريك أسيد. يبقى أسيد رقم واحد نيتريك أسيد، فين نيتريك أسيد؟ كونك؟ أه هو بص نيتريك أسيد كونك. خلاص يا باشا، يبقى ديت الإجابة الصح. على طول نيتريك أسيد كونك. آدي الإجابة الصح. اشتغل بقى التاني، هيطلع فعلا نفس الريزلت، سواء كان ديليوتد سواء كان كونسنتريتد، مش فارق معاك. H2SO4 ديليوتد، خليها H2، هنا كونسنتريتد. طب كونسنتريتد ليه يا باشا؟ هنا اخذ اقل، لان هو الحديد بيطلع مين؟ مع 3-8 المعادله اللي تشيل، يطلع ايرن داي سلفيت وايرن تراي سلفيت، فبيقلل الكميه فيزود يشيل كميات اكتر. انما مع الداي، لما الحديد مع ديليوتد، مع ديليوتد يطلع في اس او 4 فطلع ريزلت واحده، انما هنا حول لك الحديد بقى 2، اعطاك ناتجين فقل بشكل اكبر. فطبعا الاجابه الصح هتكون نمبر دي، وباينه من اول واحده. ماجنتيزم كان بي انكريزد باي، رد يا باشا، انت عايز هنا ماجنتيزم، يبقى بتتكلم على الماجنتيك بروبرتي، يبقى انت محتاج تحضر مين؟ اف اي 3
او 4 ده اللي بستعمله في عمل الماجنت، ده اللي بستعمله في عمل الماجنت. فين اللي بيطلع اف اي 3 او 4؟ بي وسي بره القصه لانه ما بيطلعش اف اي 3 او 4. يبقى هو بص اف اي 3 او 4 اهو، بص اف اي 3 او 4 صح. طب انهي واحده الصح يا باشا؟ انهي واحده الصح؟ بص كده اف اي او حصل لها ريدكشن تطلع ده؟ لا غلط، ما الريدكشن بيقل، يبقى دي غلط، يبقى ديت الاجابه الصح. ليه؟ لان سهل عليك تعمل ريدكشن اف اي 2 3 تخليها اف اي 3 او 4 فتكون ديت الاجابه الصح. ايرن كان بي اوبتين فروم ايرن داي سلفيت. يلا يا باشا اكتب لي الرمز بتاعه. ايرن داي سلفيت اللي هو مين؟ اف اي اس او 4. عايز اجيبها منه للحديد. اول ما تشوف اف اي اس او 4 تعمل ايه؟ تسخين. انا مش وصول انت ما حفظتش النوت، احفظ النوت هتلاقي الدنيا والله سهله معاك جدا. فيطلع معاك مين؟ اف اي 2 او 3 بلس اس او 2 بلس اس او 3. معلش ركز في السؤال ده. بعدين هات اف اي 2 او 3 عايز تجيب منها حديد، عندك حاجه من اتنين، يا اما سي او يا اما سي او يا اما سي او و H2. فعايز تجيب منها حديد فيطلع معاك Fe ويتبقى عندك CO2 مع H2O. يلا يا دكتور اشتغل. ها هنا كتب مين؟ كتب تصاعد SO2 SO3 بس only. دي اللي خلت الجملة غلط. ليه؟ لأن أنت فعلا عندك SO2 وعندك SO3 بس خد بالك عندك غازات تانية. صح ولا ايه؟ ماشي. تصاعد SO2 وCO2 بس. لا مش بس طبعا، في لسه SO3. يعني لو انت مش هتستعمل H2 فانت عندك برضه مين؟ SO3. يعني لو انت كنت تستعمل CO، لو انت بتستعمل CO بس فمش هيكون في H2O. فتقول لي هو فعلا ده وده بس لسه في مين؟ SO3. فدي اجابه غلط. تصاعد سلفر دايوكسيد SO2 وترايوكسيد SO3 ووتر فيبر H2O. طالما في ووتر فيبر اعمل حسابك ان انت عملت ايه يا باشا؟ اعمل حسابك ان انت حطيت ميكتشر من ده ومن ده صح؟ ما هو H2O ديت هي اللي اتكونت، ما انت بتعمل ريدكشن يا اما عن طريق بلاست يا اما عن طريق ماتريكس صح؟ تمام. فبيكون لي لا برضه لان في لسه CO2 مش معاك. فديت لو انت عارف لو ما كانش فيه غير الثلاثه دول فسي ادق اجابه. انما هنا كلمه قول لي نوعا ما هي اللي خلت لك الدنيا مختلفه شويه. فهو تحويل السي او الى سي او 2 هي الادق. هو بيقول لك يتضمن التحول ده لده يتضمن ايه؟ ايه اللي موجود فيه؟ فهو قال لك تصاعد اس او 2 اس او 3 بس؟ لا طبعا. كلمه بس هي اللي غلط. ده في اس او 2 اس او 3 وسي او 2 واتش 2 او، في الاربعه. بعد كده اللي هي سي اللي هي اقربهم، قال لك في ثلاثة بس، لا ده في أربعة، اتفقنا. فولا حاجة من دول لازم يكتبوا صح، فالإجابة الأدق تحول سي أو تخليها سي أو 2 و اتش 2 مين؟ اتش 2 أو، ديت أدق إجابة. بعد كده واتس هابن وين أمونيا سوليوشن، أمونيا سوليوشن رمزها إيه؟ خد خد تعالى تعالى، أمونيا سوليوشن أدد تو مين؟ added to the solution of compound produced from combination iron with chlorine. دكتور رد عليا لو سمحت، هو الحديد لما يتفاعل مع كلوراين، لما الحديد يتفاعل مع كلوراين رمزه ايه؟ ها Fe مع Cl2 هيطلع مين؟ الاجابه FeCl2 ولا FeCl3؟ طبعا FeCl3. فتكون الريزلت عندك FeCl3. اتفقنا يا اما ايرن داي يا اما ايرن تراي، فيطلع عندك FeCl3. ادي ده نتيجة اتحاد الحديد مع كلوراين جاز، فهيطلع عندك مين؟ FeCl3. طب ماشي الدنيا في الرايق كده. ماشي. ايه بقى امونيا سوليوشن؟ سركل عليها برغم ان احنا قلناها امونيا سوليوشن هي هي امونيوم هيدروكسيد، هي هي ان H4H. امونيا سوليوشن امونيا ان H3. سوليوشن يبقى انت دوبها في ميه صح؟ يبقى انت كده عندك ان H3 اقول لك جت فين بس. سوليوشن يبقى انت دوبتها في ميه، رمز الميه HOH، فيطلع عندك مين؟ 3 و1 4 فيطلع عندك NH4H. هو بيقول لك ايه اثر؟ اهو NH4H. ايه اثر زياده ده؟ اللي هو FeCl3 مع NH4OH. يلا يا دكتور اشتغل معانا. ده مع ده هيطلع مين؟ FeOH by
3 لان اي داي يدي داي اي تراي يدي تراي فده هنا تراي يطلع تراي فيطلع عندك اف اي او اتش باي 3 لونها ريدش براون صح الكلام يبقى لونها ريدش براون فكتب مين بقى خلاص انت كده عرفت مع 3 ان اتش 4 سي ال ايرن داي هيدروكسايد فوربيد ده ايرن مين تراي يبقى ديت بره القصه جرينيش وايت بريسيبتيت فورمنت ما احنا اتفقنا ان جرينيش وايت دوت اللي هو ايرن داي وده لون اورنج براون يبقى دي كده بره القصه بريسيبتيت از فورمنت اذا ان انا اسيدك سوليوشن بريسيبتيت يتكون في الاسيدك سوليوشن يشتغل معانا ديت الاجابه ده هو البريسيبتيت طيب بعد كده اورنج براون از فورمنت كابس انا احتمال ماشي تعال شوف الاحتمال التاني ريتش براون تعال اهو كمل بيت الاجابه ريتش براون از فورميد انت كده شغال صح باي سترونج هيتنج ايه ما اللي يحصل له كونفيرت انتو ميكسد اوف ايرن اوكسايد هيتحول لخليط من ايرن اوكسايد لا طبعا ده لما تيجي تسخنه هيدي مين اي داي يدي داي اي تراي يدي تراي ما عدا اف اي اس او 4 اللي هي سوسو صح اي داي يدي داي اي تراي يدي تراي فده يطلع تراي فده قال لك انا لما جيت سخنت اعطاني ميكتشر يبقى الاجابه صح هو بريسيبتيت هو اللي بيتكون انما هنا لحد الجمله دي كده خلاص دي كده صح الجمله اللي بعدها بقى هو اللي خلاني ايه ما انت صاحي قريت الاجابه للاخر الجمله اللي بعدها هو اللي خلاك تستبعد الاجابه دي بعد كده اوكسدايزنج ايرن ات 500 بس اتقل يا باشا لما تاكسد الحديد 500 هيكون مين؟ Fe3O4 زين ريديوس تعالى كمل ريديوس برودكت كومباوند ات 500 يبقى انت عملت له اوكسديشن في 500 فكون ده بعد كده عملت له ريدكشن ريدكشن في 500 عارف يعني ايه؟ يا رب الناس تاخد بالها يعني من 400 ل 700 فاكر؟ من 400 ل 700 بيكون مين؟ بيكون Fe0 من 400 ل 700 فهنا بدل ما يكتب لك من 400 ل 700 كتبها لك ايه؟ ريدكشن ات كام؟ 500 ديجري تعمله غزاله عند 500 يبقى في الرينج ده هيطلع عندك مين؟ اف اي او باي هيتنج بص السؤال اللي تحتيه يا لا بص السؤال اللي تحته باي هيتنج اف اي اس او 4 بعد 7 اتش 2 او هتسخنه وفي تسخنه ايه؟ هتسخنه تسخين شديد فيري هوت اف اي اس او 4 سخن المية اتبخرت سخن تاني المية اتبخرت فخلاص طلعها ايفولفنج فثبت اف اي اس او 4 فطلع مين؟ اف اي اس او 4 في الحلقة الأولى اعمل له هيتنج اعمل له هيتنج أي داي يدي داي أي تراي يدي تراي ما عدا اف اي اس او 4 اللي هي معادلة سوسو فيطلع عندك مين؟ اف اي 2 او 3 بلس اس او 2 بلس اس او 3 بعد كده on the reaction of carbon monoxide gas with solid compound لما تعمل reaction carbon monoxide gas رمزه ايه معلش CO مع المادة solid produce a strong heating هنستخدمها مع solid compound produced by strong heating of iron 2 sulfate يلا يا باشا iron 2 sulfate رمزها ايه FeS O4 سخنها Fe2O3 بلس SO2 بلس SO3 هو بيتكلم على المادة السوليد اللي هي دي Fe2O3 لما تعمل لها رياكشن كربون مونوكسيد Fe2O3 اعمل لها ريدكشن عن طريق كربون مونوكسيد ها اللي هو مين CO فيطلع عندك Fe مع 3CO2 فالريزلت عندك مين Fe ومين تاني 3CO2 gases form it turns clear lime water هو ده هو ده اهو اهو يا باشا ما انت عندك CO2 هو اللي نتج ما دوت اللي بيحول لايم ووتر صح و H2 بيكون ايه؟ معاه بيتحرك بوب ساوند 99 يا باشا في السريع يلا بينا mass of each of the following decrease on heating in air كله الماس بتاعته بتقل في الهواء except ما عدا حاجة واحدة كل ماس بتقل في الهواء يعني معنى كده انت فكيته ما عدا حاجة واحدة ده بيتفك ما هو اتفك في الهواء يعني ايه؟ حصل له ايه؟ decrease فقل يبقى ده بيقل ده بيقل
ايرون 2 كربونات بيقل، هو ده الوحيد. عارف ليه؟ لان لما تيجي حضرتك تسخن الحديد مع او 2 يدي في 3 او 4، يدي حبه ضاي حبه دراي، ما يديش 2 ما يديش 3، يدي حبه وحبه. ليه؟ الماس بتاع ده بلس الماس بتاع ده عطالك مين؟ الماس بتاعت الاثنين مع بعض، فده بيزيد. فانت المفروض اي حاجه منثل كده، اي حاجه بتتسخن في الهواء بتقل. يعني هنا مثلا سي او او باي 2 اف اي، تيجي تسخنه فيطلع اف اي او بلس سي او بلس سي او 2، يحصل له ايفولفنج، الغاز يحصل له ايفولفنج اتصاعد فيتبقى ماس صغيره. يبقى الماس بتاعت كل دول بتقل ما عدا ده، الماس بتاعته مالها؟ بتزيد. دي الاجابه الصح.